وطموح المغرب يحصد الميداليات بالولايات المتحدة الأمريكية. أدم روح سلام مخترع مغربي حاز 5 ميداليات وحصد الجائزة الكبرى لمعرض الاختراعات الأمريكي بعد اختراعه لآلة تجفيف ملابس تراعي الشروط البيئية وبكلفة طاقية أقل. روبورتاج أمين خبيب، تحرير جليل بن فتان. لم يكن آدم روح السلام يعلم أن هجرته إلى بلد العم سام عن طريق الصدفة عام 98 900 و1000 ستوصله إلى العالمية بانتزاع الجائزة الكبرى بمعرض إمبيكس باختراع هو الأول من نوعه يساعد على الاستعمال الأمثل والآمن لآلات تجفيف الملابس تجنبا للحرائق. نكري واحد لو باسان افيك اون بومب افيك ان سيستيم دالارم اون فوا تخرج الماء تطفي العافيه الماء تيهود لو باسان لا بومب سا ديكلونش اوتوماتيكمون بلي تيوصل لها الماء والميون سينيال واحد لو سينيال بي 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 كوم سا لا كليونتيل تتعرف بان ليا ان بروبليم في لا ماشين لافي ديالهم. هي ليست الجائزة الوحيدة التي حصدها آدم على هذا الاختراع، بل وصل عددها إلى 6 جوائز اعترافا بمجهوداته في مجال اختراع آلة لتجفيف الملابس بطرق حديثة تطابق مواصفات البيئة والمحافظة على الطاقة. لا كرياسيون بدات بان درنا اون فيتر واحد الجاجة في القدام غادا في الطول ديال لا ماشين كوم سا بلي جيت دير الحوايج ديالك تشي لا شونس باش لا بوسيبيليتي باش تطل تشوف واش ليا بروبليم ولا. فاش عيط ليا في التليفون قال لي امي انا رانا نجحت وربحت وجيت المدايا جبت هذه درت انا فرحت وما غنقولش الفرحة قداش. اختراع بمواصفات عالية الجودة جعلت آدم يحظى بمكانة كبيرة بأمريكا، لكن ذلك لم ينسيه بلده المغرب، فهو بصدد كما يقول إنجاز اختراع قد يستفيد منه المغرب مستقبلا، خاصة في مجال مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة السرية وتهريب المخدرات.